صالح دي تطمن عليكم ويسلم عليكم ويطمنكم على حاله. شيروا البث، صالح بده يسلم على الجميع. تعال ابدا سلم عليكم. بس بينش تعال ابدا. طيب هين اقعد هون بس. الناس سمعانا خلاص. طيب اقعد هون. طيب خلاص ها. خليك انت. هاي صالح معكم. معاكم انا معاكم بس خلي الكل يشير البث لانه خلينا نسلم على الناس كلها احسن. بس صالح بس يكتر البث ان شاء الله نبين هسه بس لازم يكتر بس لسه بدري ما في شيء لسه قدام دقيقة. طب ضحك مع الناس اللي على البث قبل ما يجي. سكتر الناس اللي على البث نطلب شو بدنا من الناس نطلب فزعتنا من الناس الدعم لازم كل الناس تيجي على البث هذا لانه مش حاطة غيره. كيفك يا صالح بيحكوا لك؟ انا الحمد لله تمام بخير. هسه قلال الناس بس بدش نبين هسه لما كل الناس تيجي عشان أحسن كل فزعتنا تكون موجودة كل الأهل كل الناس تعاوني الله يقويكم. الله يسلمكم. ابشر بالفزع. أكيد متأكد أنهم فزعتي مش راح ينسوني أهل وناس لأنه لا مش ناسينا الحمد لله. بس إحنا بدنا البث يكتر عشان يعني الكل يكون شايف لأنه مش راح نرجع نطلع بث تاني مش راح نطلع مرة تانية عشان هيك بس يعني حبيت أطمنكم على حالي وأطمن عليكم. أنا بدي أهلي وناسي عشان هيك يعني لازم البث يكتر أكتر من هيك أحسن إن شاء الله. انت اهل وناس وعزبتي كمان ان شاء الله ما حد ينساني. لازم الكل يشارك البث عشان كل الناس تشوفني انا وتشوف شو بدي احكي يعني عشان نطمن كل الناس ما نطمنش حدا معين عشان نطمن كل الناس احسن كل الناس تسأل عني طيب انا موجود. الله يقويكم يا رب عشان تضلكم معاي وانا بقوى فيكم اصلا بقواش بحدا يعني بقوى بكل الناس اللي واقف معاي. صالح يطلع كل فترة يطمن. اكيد راح يطلع كل فترة ويطمنكم ان شاء الله بس لازم الكل يشوف البث ويطمن علي. ولا راح ننساك ما في حدا بنساك اخو صالح. الله يقويكم. بس لسه البث قليل لازم يكتر. هاي الناس تجي
اهلا وسهلا بالجميع. الله يمسيكم بالخير. مساء الخير على الجميع. أهلا وسهلا بالجميع. الله يمسيكم بالخير. مساء الخير على الجميع. كيف حالكم انتم؟ طمنونا على احوالكم. انا بخير الحمد لله، يعني اموري صارت احسن من اول بكثير الحمد لله. بس ما يعني ما تنسوش فزعتكم الي وفزعتكم لابوي، يعني انا بقوى فيكم انتم، بقواش بحدا. ويعني بناش جلالة الملك انه الافراج عن ابوي، لانه كفي. الجميع كلهم، طمنا الناس كلهم، بس تنسوش فزعتكم إلي ولا أبوي. إن شاء الله قبل جلستي بيوم راح أطلع بث عشان الكل يطلع مظاهرات، والناس تطالب بالإعدام للمجرمين، والناس تطالب بالإفراج عن أبوي. فزعتكم هاي أنا بستناها منكم. إن شاء الله قبل الجلسة بطلع بث. هسه راح نغلق البث وأنا الحمد لله بخير أحسن من أول، والله يقويكم عشان يضلكم سندي وأهلي. السلام عليكم. كده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وارجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.